في الواقع احنا بنشعر في الوضع الصعب اللي بيعانوا منه المجتمع العربي بشكل عام، كمان جزء من المجتمع اليهودي. في قصة غلاء المعيشة والوضع القائم وأثره على الطلاب بشكل عام، على طلابنا، لأنه هذا تخصص، لأن أنا مستشار تربوي في المدرسة، وأشعر في قديش صعوبة الوضع القائم في دبوري بشكل عام للعائلات المختلفة اللي إليهن أولادهن في مدرستنا. فللأسف الوضع كثير مؤثر. حسب معلوماتي إنه الوضع الاقتصادي اليوم، وخصوصا حياة الطالب اللي بده يتشبه في زملائه الطلاب وأصحابه، أكيد فهذا بزيد عبء على الأهالي أكثر ما بتتوقع. يعني إنه لما أنا بدي أتشبه في الملابس ابن صفي اللي معاه مصاري ووضع أبوه مليح، والأهل للأسف مجبورين يخضعوا لطلبات الولد على أساس إنه مستشار بتلاحظ البنات تكاليفهن أكثر ولا الطلاب بالمدرسة؟ عم نحكي بجيل الثانوية. أنا في وجهة نظري بشوف إنه البنات أكثر حسب ما بشوفه. يعني أنا بطلع على نوع الماركات اللي بلبسوها الطالبات في المدرسة، رغم إنه في عنا لباس موحد، ولكن ما بخفيش الفوارق الاجتماعية بالنسبة للباس الطلاب. أنا بقول كالتالي إنه الأهل مفروض يكونوا صريحين مع أولادهم بالنسبة للوضع الاقتصادي تبعهم، ما يحملوش نفسهم فوق طاقتهم للأسف، إنه على أساس يرضوا ابنهم فمستعدين يروحوا يستقرضوا مصاري على أساس يشتروا له آيفون 14 ويتماشوا مع الصرخة. للأسف الشديد مع الحكومة الجديدة بدأت غلاء المعيشة بدأ وملحوظ بشكل ملحوظ، وبنسمع حتى من الطلاب هنا في المدرسة قديش الحياة صارت صعبة والتكاليف الحياة، ولما بيجي دفع للرحلات أو لبرامج في المدرسة هنا بلاقي صعوبة في الأمر. طبعا بلا شك هذا بيؤدي إنه الأهل يلجأوا للبنوك ويستعملوا القروض فيها، وهذا بيؤدي إنه طبعا تكاليف زيادة فيرجعوا للقروض، يرجعوا القروض مع الفائدة. عبء كبير على الأهالي. الاولاد في منهم بحسوا، في من الولاد بضل ولد في عنده احتياجاته الخاصه، بيعمل حساب انه يقوم في واجباته بالرغم من الظروف الصعبه اللي بتمر فيها الاهالي، بس هي بالتالي معاناه للأهالي. انا بقدم رساله اكثر للمؤسسه وللمجلس المحلي انه يشعر مع الاهالي وقديش بيقدر يقدم من مساعدات ومن تخفيف العبء، عبء الطالب او عبء المدرسه على الاهالي وعلى الطالب، ودفع والاشتراك في دفع مستحقات الطالب. بداية غلاء المعيشة هو ظاهرة مش جديدة علينا، احنا بكل سنة كنا عم نلامسها يعني، بس السنة لامسناها اكتر بسبب صراحة انا اعتقد مواقع التواصل الاجتماعي، انه احنا كتير اليوم بنشوف مشاهير انترنت مؤثرين اللي بيطلعوا بفرجوا حياة اللي هي وردية كتير. طبعا في من هن اللي هن بالعكس مش سلبيين ومش، بس في بدك تعرفي مين التابعي وبدك تكون مزبوط. هاي الفئه اللي بتفرجينا الحياه ورديه، انك انت لازم تطلع ولازم تشتري ولازم تاكل بمطاعم، فهذا الاشي بخليني انا لازم اكون هيك، فالناس مش عم تقدر. فبالتالي كثير صراحه ان انا لابس من هاي الماركه معناته انا التوب، فالقروض بتزيد، الاهل مش عارفين كيف بده يصرفوا على اولادهم. فكتير في ناس حتى احنا بنعرفها بالمدرسه اللي الطلاب نفسهم بيحكوا شو يعني بروح بشتغل بالشوب بالسوق السوداء عادي، ابوي يستاجر لي، شو المشكله؟ انا دوري كمعلمه مثلا في حصص الاعلام بحاول اوعي طلابنا كيف مش كل شيء بنشوفه هو الحقيقه، كيف وسائل الاعلام ما بتعكس الواقع وانما بتفرجيني واقع. حتى في ثقافه الاستهلاك، احنا اليوم في ظل غلاء المعيشه عم نحاول نغير في عادات استهلاكنا ونلائم حالنا للوضع الاقتصادي اللي احنا موجودين فيه. يعني انا بوعيهم وبعلمهم انه احنا مش كل شيء لازم يكون عندنا ونشتريه، الاشياء اللي انا بحاجتها اشتريها، خصوصا في ظل غلاء المعيشه، والاشياء اللي انا بحاجتها مش ضروري تكون عندي. حتى هذا الشيء عم بعلمه لاولادي من صغر، انا لما بدي اروح اشتري لهم لعبه نقي بس لعبه واحده، واذا عندك منها فيش حاجه كمان واحده خلص. فهون غلاء المعيشه عن جد قاعد بزيد، وبصراحه يعني انت اليوم معك 200 شيكل عباره عن 20 شيكل،
ما بتسوى شيء. فأنا حسب رأيي إحنا بالمدارس والحمد لله هون في مدرسة دبورية كتير، أنا لما بفوت على حصصي بوعي الأولاد لهاي الشغلة ولهاي الظاهرة وكيف إنه لازم إحنا نحاول نخفف عن أهالينا ضغوطات، حتى لما بدنا نيجي نعمل فعالية لا منهجية بنحاول إشي يكون من شغل الطلاب، مش إنه يعني دائما لازم نلم مصاري ونكلف الأهالي فيها. البند الأول إنه قد ايه غلاء المعيشة عم بيأثر كثير، بذات على العائلات المستورة وما دون المستورة اللي بتعرف تحت خط الفقر، وإحنا عنا نسبة بطالة نسبة منيحة. فنحكي على التوجه للقروض، للأسف في عائلات بتضطر يعني تتوجه للقروض والإشي بصعب عليها المعيشة بزيادة. الإشي نابع من عدة أمور، إني أنا أتوجه لقرض أو إنه لأنه عن جد أنا مش عم بدبر أموري بالمعاش المينيموم اللي أنا بأخذه، أو للأسف إني أنا عاطل عن العمل أو متطلبات الحياة عم بتزيد وعم تغلى ومش عم بقدر أجاري المساء، أو لا سمح الله الشغلة اللي أنا بحبهاش هي شغلة إنه المشابهة، إنه حتى أنا لو أنا معيش فأنا لا أنا ليش فلان مثلا طلع برا أو ليش فلان اشترى سيارة أو فأنا بدي أشابه، فأنا بفوت حالي بقروض وبديون حتى لو كان الإشي على حساب شغلات ثانية اللي ممكن لا سمح الله. من ناحية ثقافة إنه أنا إذا معاي إيش كيف بتصرف، هل أنا بأمن بالأول أموري الاقتصادية، فهل أنا بربي بالبيت شاب وصبية اللي يكونوا واعيين لاحتياجات الاقتصادية، يعني معيش بلزمنيش ولا لا، حتى لو معيش أنا بدي أجيب، جدا بيأثر من ناحية التربية وجدا بيأثر حتى من ناحية احتياجاتهم. يعني أنا لما أنا فاهم من ناحية أو أهلي ربوني مع وعي وثقافة اقتصادي إنه أنا لما أهلي معينش فأنا أختصر طلبات، أنا أختصر شغلات، مش بحاجة إن أجيب مثلا تليفون آخر سرعة أو واعي آخر هاي الماركات. أم قديش بتقدري تمركي هذا الإشي لأولادك إن كانوا صغار أو كبار بأجيال مختلفة؟ بحمد ربي إنه ربنا معطيني أولادي كثير واعيين الحمد لله، ومن صغر إحنا مشتغلين على هذا الموضوع على الثقافة الاقتصادية وعندهن. لما أنا بحكي مثلا إحنا بهذا الشهر من ناحية من أولا هن مصروفهن بأمنوا لحالهن لأنه هن موفرين مقتصدين، يعني أنا حتى لو أعطيت مصروف هن بيعرفوا وين يصرفوا بيعرفوا وين يخبوا بالضبط. والشغلة الثانية عنا عن جد ثقافة استهلاك اللي هي واضحة مبنية من صغر، يعني حتى لو منه هن صغار ما فيش عندي شغلة إنه أنا بدي أروح على الدكان بدي أخذ كل اللي بدي وأروح، أنا مسموح لي لحد غرضين. والإشي كبر معاهن مثلا، أنا بحكي اليوم أنا الشهر هذا من يعني في ضائقة مثلا ومنفعش إنه إحنا نتوسع بالمصاريف، الكل الثلاثة بتجندوا إنه هذا الشهر عنا مصاريف محدودة فكلياتنا نلتزم بالإشي اللي موجود. يعني الميزانية مش بس الأم والأبو بيشتغلوا عليها، لما أنت بتربي أولاد وبتثقفيهن كمان هن بيساعدوك أنه تشتغلي عليها. أنا بزرع ابني بالبيت عن جد شخصية اللي هي مش متأثرة كثير بأصحابها، فإنه حتى لو أنا عارفة هاي الماركات وثقافة الماركات فالطالب إذا أو الشاب والصبي عندهن هذا الاكتفاء أنه عن جد أنا بمشي بتماشى مع الوضع الموجود عندي بالبيت ولا أنه أنا بس بدي أشابه. وأحكي لك بنفس البيت نفسه حتى لو ربيتي احيانا الا يطلع عندك حدا مثلا مختلف، انه قد ما زرعتي فيه هاي القيم وهي المبادئ اللي يطلع انه لا انا بدي اشابه اصحابي، انا بدي تليفون اخر موديل اخر سرعه، بدي هاي البلوزه اللي هي 500 شيكل بتكلف او بوت ب 800 شيكل لانه ابن صفي جايب زيه. في بس اخر مره كيف احنا نتعامل مع الاشي، انه قديش نعطي مجال وقديش نوسع على اولادنا او قديش نضيق عليهم. فانا بمشي على مبدا الاسلام، يعني وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لما في مجال منوسع لما فيش مجال منوسعش. أول إشي يعني إحنا كمان غلاء المعيشة كتير عم بزيد أكتر يوم عن يوم، وعم بلاحظ كمان بالمشتريات الإشي. يعني زمان كنا لما نشتري مثلا سلة كتير ملانة كانت أنجأ توصل 600 هيك إشي، أكم من غرض رحت أشري قبل كم يوم حطيت 1200 شاكل أكم غرض. وهي كمان الواحد يعني عم بنتبه وين يحط الأشياء الأساسية للبيت. ناهيك عن موضوع الأولاد اللي كل مرة بدها إشي معين، لا بدي من هذا لا اشتري لي من هذا، بيكتفوش بلعبة أو لعبتين أو ثلاثة، البيت ملان ولا بعد بدهن كمان. يعني كمان أنا أولادي صغار وعندي كتير احتياجات ومتطلبات. القروض طبعا بدنا نعيش، بدنا خلينا نقول بين قواس زينا زي غيرنا نكون. صار في كتير ناس عم تتطلع على الغير تتقلد منها، بدي أركب سيارة، بدي أعمر بيت، بدي أشتري بيت أحلى وأكبر. حاليا أنا جيت علي شخصيا إحنا بشلاف بدنا نعمر، أو
رح يكلفنا كتير، رح نتوجه للقروض طبعا بس لأجل غلاء المعيشة. يعني إحنا كل واحد عم باخذ المعاش ويدوب يكفي لآخر الشهر. الصراحة بحسوش إنه في غلاء معيشة، بحس إنه لأ كل إشي متاح إلهن، يعني بيجوا معاهن مصاري، دايما معاهن مصاري، بيشتروا بنتبهوش قديش وكيف وليش وقديه بصرفوا باليوم، لأنه معاهن يعني إحنا زمان كنا نأخذ مبلغ، إسا هن عم باخذ أضعاف أضعاف، بيروحوا علي يومي. جدا صعب، ومش عارف لو إنا نوصل يعني لقدام كمان.